ومن دمشق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب مراسل الغد محمد طوالبة. محمد، ما هي تفاصيل جديد تفاصيل هذا الانفجار، خاصة وأنه ليس الأول هذا الأسبوع، وقع أسبوع آخر يعني تفجير آخر في نفس الأسبوع مطلع هذا الأسبوع، أليس كذلك؟ بوقوع هذا الانفجار في منطقة العدوي بالقرب من مشفى يدعى مشفى دار الشفاء، يعني وحسب المصادر الرسمية يقال أنه يعني كان نتيجة وضع عبوة ناسفة بالقرب من حافلة. يعني الأنباء حول هذا الموضوع كانت متضاربة، يعني بعض المصادر تقول أنه كان في حاوية قمامة، والبعض يقول أن العبوة ناسفة كانت موضوعة ضمن سيارة كانت قد ركنت في تلك المنطقة. حتى الآن يعني شهد الكثير من سيارات الإسعاف المتجهة إلى المنطقة، ويعني لم يتم تحديد عدد الإصابات، يعني لكن من المتوقع أن يكون هناك إصابات مؤكدة، وخصوصا يعني أن المنطقة هي منطقة مكتظة بالسكان، ويعني في هذا الوقت تحديدا يوجد حركة كبيرة، خصوصا أن التفجير حصل على باب المشفى وهي منطقة حيوية في هذا الوقت تحديدا. نعم، شكرا جزيلا محمد، بالتأكيد سنعود إليك لاحقا حال حصولك على أي معلومات جديدة.